وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه، شهادة نرجو بها صحبته في جنات النعيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت في المسلمين نازلة قنت يدعو الله عز وجل، وكان قنوته في الخمس صلوات، وكان يجهر بالقنوت. فإذا كانت الركعة الأخيرة من أي صلاة قال سمع الله لمن حمده، ثم دعا. ودعاء النوازل وقنوت النوازل غير قنوت الوتر. قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. أما قنوت النوازل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به مباشرة بالدعاء للذين هم في المصيبة، الذين أصابتهم المصيبة، ويدعو ليدعو الله لنجاتهم وتفريج كربتهم ونصرهم. وأيضا يكون قصيرا فقط في الحادثة، لا يتكلم بكلام طويل، لأنها في الخمس صلوات، وبالتالي كانت سنته أن تكون قصيرة في الحادثة نفسها، نتكلم عن غزة وفلسطين بس، وإن كان هناك مصائب في عالمنا كله، وأكبر مصيبة أصيب بها عالمنا أصيب بدينه، هذا أكبر مصيبة، لأنها لو لم تكن المصيبة في الدين ما نعيش هذه الأيام المظلمة ولا الساعات العصيبة التي ترتفع فيها دقات قلوبنا وتتناثر دموعنا وتزداد أحزاننا في كل لحظة، مناظر تقشعر لها الأبدان ومذابح تتعرض لها هذه المجموعات، هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ، مذابح بما تعني الكلمة ما مرت في التاريخ. يعني هؤلاء قوم منزوعي القلوب، ما فيهم قلوب، ما في شيء اسمه رحمة في أنفسهم، ما في شيء اسمه إنسانية. هذه الوحشية بكامل أركانها وبكامل صورها، هذه الوحشية الحقيقية اللي بنشوفها الآن سواء في الأرض المحتلة أو في العالم المنافق المتجبر الطاغي الظالم الذي يعين الظالم ويروج أكاذيبه ويصدق حيله وهو يعلم أنه كاذب، يعلم علم اليقين أنه كاذب، لكن المؤامرة أنه في هذه المرة سنكذب ونقتل ونفعل ما نشاء، وظنوا أنهم قادرون عليها، ولم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما كان غافلاً عما يعمل الظالم، وأن هناك من يدير المعركة غيرهم، وليس لهم أمامه أي سلطان ولا قوة، فهو ذو القوة وهو ذو الجبروت سبحانه وتعالى، وهو العزيز، إذا شاء شيئاً كان، فهو ينصر المستضعفين حتى لو كان هذا المستضعف غير مسلم، ينصر المظلومين حتى لو كانوا من الكفار. حكمة الله اقتضت العدل المطلق عنده سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالمسلمين نازلة قنت في كل الصلوات حتى ترتفع النازلة فيكف عن القنوت، والقنوت كما ذكرت في كل الصلوات. بعض الناس بسبب قلة الفقه يقترحون عبادات معينة، خلينا نصوم لغزة وندعو في الصيام، ما في شيء، هذه عبادة ما بتقدر تزيد ولا تنقص منها، أنت تقدرش تخترع عمرة لغزة ولا حج لغزة ولا صيام لغزة ولا you can't do that. احنا ملزمين بالعبادات بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ممكن نعم
بتصوم الخميس والاثنين، هذه سنة، لأن الصائم دعوة لا ترد بنية أنها سنة، ثم تستغل هذا اليوم بالدعاء، فإن الصائم دعوته عند الله عظيمة، ممكن، لكن لا نقول نصوم 5 أيام مثلاً لغزة أو لليمن أو لليبيا، أو ما في هذا، هذا ليس وارد في الشرع. العبادات محدودة، ما حد بيزيد عليها. أو خلينا نعمل ليلة الدعاء، إيش يعني ليلة الدعاء؟ في ليلة دعاء والليلة اللي بعدها بندعيش يعني، واللي قبلها ما حندعي؟ دعاءنا لازم مستمر، ما بتوقف. وفي له مواطن الدعاء، والدعاء العام ليس له مواطن، هذا من العبادات اللي مطلقة، متى شئت ادعو الله. وفي بعض الدعاة والعلماء لا يستطيع أن يقف عن الدعاء والذكر، ما بيقدر، فكان إذا دخل الخلاء، لأنه ممنوع الدعاء في الخلاء والذكر، كان يعض على إشماغه مشان لسانه ما لأنه متعود بعرفش يسكت، مشان ما ينطلق اللسان بالذكر. فلا يزال لسانك رطبا ذكر الله. أما نبتدع من عندنا عبادات لنصرتهم، هم لا يريدون ذلك ولا ينقصهم ذلك. فمن السنة إذن قنوت النوازل، السنة القنوت أن يكون قصير ويتكلم عن الحادثة، ولا يفتتح بما يفتتح به قنوت القيام أو الوتر، وأيضا يختم بسرعة، وممكن يختم بآمين وهو الراجح. يعني قنوت النوازل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختمه ب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لكن لو ذكر ذلك ما في حرج، لأن الدعاء معلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستجاب إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقتفي بذلك أثر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه عبادة بحد ذاتها، وهذه مش بس عبادة وفقط، هذه بتطمنك أنت بقلبك، أنت قاعد بتعمل الدعاء زي ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، رجاء الإجابة، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولاءك إله ومتابعتك إله، هذه بحد ذاتها عبادة، هذه يرضاها الله منك ويحبها منك، لأنك تظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتظهر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجراح والدمار وكل هذا، فإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا ترجون ما لا يرجون، هذا قدر الله عز وجل في هؤلاء المساكين، هؤلاء الضعاف، يدمرون يجوعونهم ويعطشونهم ويقصفونهم ويقتلونهم ويجرحونهم ويمنعونهم الدواء والمستشفيات، فإذا لجأوا للمستشفيات قصفوهم في المستشفيات وقتلوهم على أسرة المرض وعلى أسرة الشفاء في المستشفيات، سمعتوا بهالحكي في العالم؟ ثم يكذبون، تذكروا أبو عاقلة، شيرين أبو عاقلة، تذكروا كيف يعني بدأت القصة، كم رواية أطلع الاحتلال، يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب، حتى يقيد له من أحرار الغرب الخبراء من يفضحه، العرب بتكلموا كلام لكن في خبراء. وأوريدي تركيا أخرجت صورة القنبلة اللي ضرب فيها المستشفى، قالوا هذا هو النوع، وصوروه اللي ضربت فيه، وليس هذا عند المقاومة ولا عند أحد، هذا عند المحتلين فقط، عند جيش الاحتلال، يعني الصاروخ اللي بدمر. وبعدين قال بيساوي صور وبيقول هاي شايفين الصورة شو بتقول، وبعدين رئيسنا على طول قال أنا خلص صدقتكم، يعني ما احنا الموفي هذا شفناه، حضرناه الموفي من يعني وي سو ذس موفي بيفور، شفنا الروايه شيرين ابو عاقله، شفنا روايه قطع الرؤوس الاطفال، ورددتها انت يا رئيس من قبل، بتتعلمش انت زلم كبير يعني حاسب قبل ما، لكن الله اعلم، هو يعلم انه كذب، لكنه مضطر يجاملهم ومضطر يقولوا له يعني والحل، ما بنقدر نقاتل اذا انتم بدكم توقفونا وتصير تقول احنا قتلنا المستشفيات، بدنا نقصف كل شيء الاخضر واليابس، ارض محروقه، وانتم عايزين منكم غطاء، ومش بس غطاء، بدنا مليارات. وفي دعايه انه سيمنحوا 10 مليارات دولار،
فيردد كلاما قبل كم يوم حكى كلامه سحبه، عيب، رئيس أقوى وأكبر دولة في العالم ما بتقول كلام، ودي لجنة تحقيق، ودي أهل غزة مستعدين يفسحوا لها المجال، تيجي لجنة وجزء منها من عندك يظهروا الحقيقة ويأخذوا فرنزك إيفيدنسز ويشوفوا القنبلة هذا من وين إذا عايزين الحق. يم هكذا عرفوا من وعرفوا من الجهاد الإسلامي الصاروخ، يا سلام كيف عرفتوا، كيف يعني بنفس اللحظة عرفوا من وين جاي، شو هالخبرة، وين بقيتوا قبل، يعني من قبل هيك وين كنتوا، مدام تعرفوا حتى وهي طائرة بتعرفوها. فظلم ما بعد ظلم الحقيقة اللي بيجري في غزة لا يعقل أبدا ولا يقبل ولا يسكت عنه. إيش نعمل؟ والله كل واحد منكم عليه عمل اللي بتقدر عليه، اللي بتقدر عليه. المنظمات الإغاثية الآن، وقد سمعت أنهم سيفتح باب رفح أو معبر رفح، طبعا هذا قصة ثانية على الأمة، أكبر دولة عربية مش قادرة تفتح حتى أذلها المحتل، أرضها وغزة جيران يعني ونسائب مختلطة الأرحام والأنساب بين أهل مصر. أهل مصر طبعا ثائرين، يعني الحقيقة شيخ الأزهر قال كلام برفع الرأس، كلام ممتاز عن الأمة وإيش لازم يكون موقفها. وصوفار موقف مصر مهما يقال، مسألة رفض التهجير لمصر موقف لابد أن يؤيد ولابد أن يذكر، لابد أن يذكر. تصريحات وشو قال ومش عارف ما مش مهم، هذا عندنا الآن مش وقته، أهم شيء أهل غزة يظلوا بغزة، هم أحرار يعيشوا فيها ويموتوا فيها كيفهم، هم اللي بيقرروا مش أنت ولا أنا. فلذلك للأسف يعني الواحد بيقولها بحزن، الدول التي تدعو للحرية والتحرر والديمقراطية والشفافية وكوتن كوت الإعلام الحر، الإعلام الحر صار مثل إعلام دولنا العربية، بودوا له على التلفون شو يقول. ولذلك إذا بتسمعهم هذول المين ستيشنز بتلاقي أول الخبر أول كم كلمة واحدة نفسها، يعني كوبي أند بيست نفس الكلام برددوا على طول. وأما يعني أنا أحزنني وآلمني وأبكاني سؤال الممرض لولد وعلى ظهره شنتة مدرسة بنقط فيها منها الدم، قال له إيش يا عمو هذه الشنتة، قال له هذه أشلاء أخوي ضرب وتقطع وأنا حاطه في الشنتة. بس هذه الحضارة الغربية، هذا مش سامعين في الكلام، ما بيعرفوا عنه. واحد ثاني لام أشلاء أسرته في كيس النفايات الأسود، حاطهم كلهم فيه مقطعين. هذه الحضارة، هذه الحضارة اللي شبعنا كلام في إنها بدها تعطي العالم دروس كيف الناس تعيش نظام العالمي الجديد، نظام هكذا النظام العالمي لا رده الله ولا أدامه. أي والله النظام العالمي المفروض ينصف الخلق، واحدة في الكنيسة تظهر فيها شوية يعني دم إنساني، قالت وهي تخطب بتقول الأطفال أطفال، مثل ما احنا بنقوله غيرنا، طفل طفل من غزة ولا من الأرض المحتلة، ولا قامت لها واحدة من اللي قالت لا 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 نو 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 مش طفل أبدا، أطفال غزة مش مثل أطفالنا، شو الكلام اللي بتحكي فيه، أطفال غزة they brought it to themselves، قال الأطفال، أطفال غزة قال هم اللي تسببوا بهذا القتال وهذا الدمار. تصوروا لأي مستوى هبطت الإنسانية في أنفسهم، لأي مستوى أنه عايز تنكر أنه هذا الطفل طفل وأنه لازم يعامل طفل، مش يكون معظم القتلى من الأطفال والنساء وكبار السن، معظم الشهداء معظمهم قولا واحدا. ما كل المنظمات اللي لها علاقة في الموضوع اللي ذات الشأن بتتكلم هذا الكلام ليل نهار، لكن وهب أنها أصدرت تقارير ووصلت إلى الحقيقة، فالتقارير مكانها الملفات والأدراج، ولا يمكن تصل لمحكمة ولا يمكن يدينوا هذا الكيان، لأنه إنما أسست هذه المؤسسات العالمية الدولية فقط لاستعمالها عند الحاجة ضد المسلمين. وعلى طول بتلاقيهم أوكرانيا أيام
اتخذت القرارات في المحكمة الدولية أيام. كم سنة صار لها فلسطين محتلة؟ كم سنة وصلوا لهم التقارير المختومة اللي قبلوها يعني؟ لسه ما عمل حركة، المدعي العام مشغول مش عايز يعمل حركة. فهي منظمات أصلاً يعني أنشأت للظلم ولإرساء الظلم وغطاء الظلم، أن يكون للظلم قط، مثل كما الذي يحصل الآن من الغرب بقضه وقضيده. نعم في أفراد هنا وهناك من المسؤولين ومن غيرهم، كما هو الآن في الكونغرس اثنتين من النساء طالبتا بوقف يعني إطلاق النار فورا، لكنه صوت نشاز. فهذا قدرنا والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن الفرج مع الكرب، وإن النصر مع الصبر. اعلم أن ما أخطأك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا قدر الله نافذ سبحانه وتعالى. لكن مع كل هذا الضغط مطلوب من المسلمين ألا يقعوا فيما وقع فيه عدوهم، أن يلتزموا بمبادئ دينهم وشريعتهم وإسلامهم في كل تصرفاتهم مع العدو والصديق والصغير والكبير والمرأة والرجل، مع الكل. هذا شرفنا، هذا عزنا وكرامتنا، هذه حضارتنا. حضارتنا ما بتعرف ألوان ولا بتعرف أديان، حضارتنا ما بتعرف حدود ولا أجناس، حضارتنا بتعرف إذا في مظلوم وظالم. ربنا لما قال وما للظالمين من أنصار ما قالش وما للظالمين الكافرين من أنصار، حتى الظالمين المسلمين ليس لهم أنصار. حضارتنا بنعتز فيها وبنرفع رأسنا فوق، هذه مبادئنا وهذه شريعتنا وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي كان يأمر بالرفق في الصغير والمرأة والكبير السن والمريض والأطفال عليه الصلاة والسلام. أما الدعاية الكذابة والأبواق الآثمة اللي تكذب وتزور وتغطي على الباطل، أي باطل بتغطوا عليه؟ الكلام مش كلام على سياسة ولا انتخابات ولا، بتتكلموا بدماء، بتتكلموا بأطفال، بحيات، بتتكلموا بأشلاء مبعثرة وعظام مكسرة هنا وهناك ملزقة على الحيطان، يلموها من الحيطان قاعدين المسعفين. عن إيش تتكلموا؟ أي إنسانية هذه؟ تقف يا رئيس، أكبر رئيس دولة، بجانب هذا الرجل القاتل المحتل الغاصب؟ قال لا، إحنا بدنا فرصة نخلص عليهم وبعدين خلص بنطلع. طب والضفة فيش فيه؟ مش موجودين بالضفة، لهم حكام في الضفة ولا لهم وجود في الضفة؟ هذه المنظمات اللي بتقول عنها إرهابية، الضفة سالمة منكم يعني؟ سالمة منكم الضفة؟ مخيماتها سالمة منكم؟ دورها سالمة منكم؟ شجر زيتونها سالم منكم؟ أراضيها سالمة منكم؟ حرية الناس سالمة منكم؟ حركتهم، ذهابهم، إيابهم، جدهم لزيتونهم والشهر الجاي سالم منكم؟ سالم من المستوطنين؟ هؤلاء شذاذ الآفاق ورعاع الخلق يدخلون على البيوت وعلى الدور وعلى القرى فيحرقونها، مش سالمة منكم. فأي كلام هذا على أنه إحنا بس هذولا بدنا نخلص منهم في غزة بس؟ الضفة مش موجودين؟ عايشة بنعيم الضفة؟ عايشة حياة الغرب الضفة؟ اسأل أهل الضفة، روح عيش هناك كم يوم. الأحرار والعدول اللي زاروا الضفة شافوا الحياة المصيبة اللي عايشينها أهل الضفة، لولا أنه الله عز وجل مثبتهم وإلا كان الوضع غير هيك. وراحت منظمات حقوق كتبت تقرير عن الضفة مش عن غزة، غزة حدث ولا حرج، 17 سنة تحت الحصار والخنق، بعدين بتقول له ممنوع أنت تصيح، ممنوع تصرخ، مثل ما أنا قلت في جنازة الوديع، الله ربنا يجبر كسر أهله إن شاء الله، مثل ما قلت حاطين البسطار على رقبتهم وهم بيقولوا I can't breathe وممنوع تتحرك، ممنوع، لازم تذبح بدون حراك، بدون أي حركة. هذا هو العدل العالمي، هذا هو الإنصاف العالمي، هذا هو الوجه الغربي
للإنسانية والرحمة وإقامة العدل، ثم يضعوها تحت عنوان الـ National Interest، المصلحة القومية. في الإسلام مصلحة قومية؟ في الإسلام مصلحة قومية تبيح لك أن تظلم أحد؟ في موجود في ديننا؟ غير موجود، أبداً غير موجود، ما مقبول. ولو كل مصلحة الإسلام أن يؤذى فلان من غير ذنب اقترفه، غير مقبول أبداً، غير مقبول. على مستوى اللقاءات الصحفية حاطين لستة هم بدهم إياها يلتقوا فيها، وفلان 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 مش عايزين نلتقي فيه لأنه هذا his argument is good and powerful، مش عايزين الناس يسمعوا، بس نجيب ناس إلى الهبل الأقرب بعرفوش يحكوا مشان نورجي إنه كم روايتهم ضعيف. ولذلك بقول للي معنا على الفيسبوك وغيرهم، أنت ما عندك علم في الموضوع ما تتكلم، ما تتكلم. الآن هذه الحرب برضو حرب إعلامية، ليس فقط على الأرض، حرب في السوشيال ميديا. ما تروح وبسبب حرارة الروح وتصير تصرح وتتكلم ويبقى الكلام معظمه تخبيص، يعني قبل ما تغيص قيس، ما بتعرفش خلي لأهل الفن، هذا فن، هذا بدرسوه الناس وبيعرفوا كيف يتكلموا وشو يقولوا والكيوردز والممنوعات والمسموحات. ما أنت خبير، أنت مش خبير، حولهم على الخبير، قل لهم الخبير، اتصلوا فيه ليل نهار بقول لهم هاي فلان وعلام، هذول اللي سبوكسمن تبعين المسجد، أنا زلمي رجل دين وقاعد في مكتبي. فودي هذا الكلام للخبراء، للي هم قادرين على الكشف الكذب وعندهم معلومات، حافظين شو اللي صار. لما يقولوا لهم قطعة الرؤوس بيجاوبوهم وعندهم الريكورد، شو قال الرئيس تراجع والسي ان ان الريبورتر اعتذرت وقالت لازم المرة الجاية أكون أنا حذرة أكثر، ولسه بيرددوها، سكتوا يعني لسه. والريب أيضا ما في ذرة خلق، اكذب ثم اكذب ثم اكذب، ريب قال. وإذا لا قدر الله وقع مثل هذا المفروض يعترف فيه، لكن ليش الكذب والتزوير؟ لأنه ما عندكم حق تدافعوا عنه، فبتلجأوا للكذب والتزوير والباطل. لأنه اللي عنده حق عينه قوية، مش بحاجة يزور ولا بحاجة يألف روايات، صاحب الحق مش بحاجة. أما أنت لأنه ما عندك حق، لأنك ظالم، لأنك معتدي، لأنك غاشم، فلذلك أنت بتلجأ للتزوير والأباطيل. الكذب شغال من أولها، يعني من أولها الكذب شغال، من شيرين أبو عاقلة للي قبلها للي بعدها، للكلب المحروق اللي حولوه أنه طفل في الذكاء الاصطناعي، قالوا شوف كيف حرقوا هذا البيبي المجرمين. بعدين واحد من الغربيين كشف وقال هذا كذب، هذا مو كان حادثة لكلب محروق بالمكان الفلاني بالتاريخ، وهي السرير وهي كل الإمارات، اللي طلع كله خرطي مثل ما بيقولوا، يعني كله كذب ودجل. على أي حال ليس لها من دون الله كاشفة. احنا بندعو الله عز وجل أن يفرج الكرب كما نقنت الآن في كل صلاة قنوت النوازل، وأهمها دعاء تفريج الكرب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيه، لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. شوفوا بالله عليكم هالدعاء العجيب، دعاء توحيد خالص، تلجأ لله بأسمائه وصفاته وعظمته. حتى نفسه هذا الذكر ما في يعني اكشف كذا واعطي كذا وانصر كذا، لأنه مجرد استسلام بهذه الطريقة لله فالله عز وجل يقضي حاجتك ويفرج الكرب عنك. وكان يدعو على مضر يقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اشدد وطأتك على مضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو عليهم لأنهم آذوه وقتلوا أصحابه وهجروهم، ويقول عن أصحابه الذين كانوا في
المحنة، اللهم أنجي فلان وأنجي فلان وأنجي فلان، فيدعو لهم بالأسماء عليه الصلاة والسلام، كما في ثبت في الأحاديث الصحيحة بعد ما يرفع من الركوع من الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض بين أن يجهر في هذه الأحاديث في هذا الدعاء القنوت وأن الصلاة سرية في الظهر والعصر مثلا، ما في حرج أبدا، لأن السنة القنوت في الخمس صلوات. فأخطر ما يمكن يبتلى به المرء في هذه الأمور وفي هذه الأيام، بعد لا قدر الله يكون واقع في المعاصي والكبائر، أخطر ما يبتلى به المرء بعد الكبائر والمعاصي كأن يكون لا يصلي، مسلم لا يصلي، مسلم لا يصوم، مسلم يأكل الحرام ويتحاكم لغير الله ويحب ما يبغض الله ويبغض ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أخطر شيء القنوط، قنوط جفب، يعني قالوا له أنه قالوا ليش قاعدين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال طب شو يعني بعدها، قوموا موتوا على ما مات عليه، إيش الحياة، لا تصلح الحياة بعده، تفضلوا دونكم الميدان جمروا. القنوط والاستسلام والبكاء والحزن، حزن مطلوب، المشاعر اللي ما عنده مشاعر ما عنده ولاء لهذا الدين، يحزن على قومه وعلى أهله وعلى المظلومين. والله على حيوان يؤذى لازم تحزن، حيوان، هرة أدخلت امرأة جهنم، وكلب غفر لزانية كل آثام زنائها، يعني بروفيشنال بروستيتيوت، مش واحد زنت مرة، يعني شغلتها زانية، رحمت الكلب وأسقته من عطش فغفر الله لها زناها بسبب رحمتها للكلب، اللي هم حتى ولا مثل الحيوانات بعامل الناس. وامرأة حبست هرة، لا هي سقتها ولا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت الجنة بالقطة، تصور قطة. فأنت مطلوب منك هذه الرحمة والتألم لمخلوقات الله المظلومة، كل المخلوقات من أهل الإيمان وغيرهم، بل كما قلنا من الحيوانات حتى. لكن يصل الحد بأنك أنت تيأس وتقنط وتقعد هكذا، يعني اللي كان عنده حزب قرآني، اللي كان عنده ورد يومي يصير حطه على جنب ومسطل في الجزيرة وقاعد بعيط، يعني مش معقول. نعم، be informed, keep yourself updated لازم، بس ما تعطل الحياة، ما في تعطل الحياة، بالعكس احنا هذا الوقت اللي بحاجة فيه للدعاء وبحاجة فيه للذكر وبحاجة فيه، لا إلا إذا بتقرأ جزء اقرأ جزئين، إذا بتقوم الليل 10 دقائق خليها نص ساعة، وادعو الله عز وجل، مش حافظ الدعاء امسك من ورقة وادعو وأنت في الصلاة، ما في مشكلة، اجمعهن كلهن في ورقة واحدة وادعو الله عز وجل في القنوت في القيام، ما في حرج أبدا. وإذا مش حافظ في قيامك اقرأ من المصحف، زيد في قيامك، زيد في ذكرك، وتوسل إلى الذي يملك الأمور كلها، القوي العزيز ذو الجبروت المدبر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، هو سبحانه وتعالى صاحب الأمر. والخيرة فيما يختاره الله، والله أيا ما كانت النتائج من حيث أنه قدر الله إحنا مسلمين، مسلمين، والباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة، الباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة. فلذلك أدعو أنفسنا الإكثار من العبادات والدعاء والتضرع لله عز وجل والصدقات، لخاصة الأجهزة الطبية،
الأجهزة الطبية، الطعام، الشراب، المنظمات اللي مأذون لها، لأنه أصلاً عون أهل غزة موضوع حساس من حيث القانون، لأنه حكومتنا تعلن هذا الكيان كيان إرهابي يعني، وأي تواصل معه أو مساعدة مالية هو غير قانوني. اللي مسموح له المنظمات الإغاثية اللي عندها تواصل مع الدولة وعندها إذن من الدولة ومن الستيت ديبارتمنت ومن المتواصلة مع اليونايتد نيشن وتقدر توصل المساعدات، هذه منظمات مأذون لها، مأذون لها. فأصحاب الفزعة اللي بدون تخطيط وبدون علم، يعني أنا ما سمعت، لكن إذا حد بيقول لك أنا هيني فاتح يعني مساعدات، يلا ودوا لي كاش، ودوا لي، مين أنت؟ هو أريو؟ مين حضرتك حتى أنت تجمع فلوس وتودي؟ لا ما لك شغل أنت في هذا الأمر. في منظمات خيرية موثوقة أوريدي جاهزة للدخول من معبر رفح بأجهزتها الطبية وبدوائها وبمساعداتها وبطانياتها وغذائها. فهذا هو اللي يعني رئيسنا تبرع لغزة 100 مليون، أنا لو محل أهل غزة ما بقبلهم والله العظيم. تموت المرأة، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها أبدا، ما بتكون ياهن، قاعد بتودي علينا قنابل تقتلنا، شو بدنا في الملايين تبعتك؟ لو مكانهم ما بقبلهم، صحيح الحق يعني أبدا. تودي هناك 10 مليارات بتودي لهذول القنابل على رؤوسهم وبتقتلهم وبتقول لا أنتوا قتلتوا أنفسكم، بعدين تودينا طحين، ناش طحين يا سيدي، أبدا طحين. وين حيروحن للضفة؟ وانتم بتعرفوا اذا راح للضفة وين بروحن، بتوزعن لمين ولمين؟ فعلى اي حال، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن كما ذكرت المطلوب كبير وكثير، ومجرد انك تهتم بامر المسلمين، هذه عبادة بحد ذاتها، هذه عبادها إنك تتنكد وتحزن وتعمل، هذه بحد ذاتها عبادة، مش بزنس as usual. تنسى الموضوع طول اليوم كأنك تسمع خبر راحوا 1000 مرة واحدة عندها بتتحرك، مش معقول. لا، هؤلاء الناس في معاناة من 17 سنة، في جوع، في عطش، كهرباء 4 ساعات في اليوم. أما اللي بتضفه غرفة بيقدرش يزيد على داره، لأنه يأذن الاحتلال، والاحتلال ما بيأذن، ما بيقدر يعمل ريمودلينج لبيته. جوز ابنه بده يحط غرفة، ممنوع، قال هذا القانون، بالقانون هو قانون، قانونه هو. أطفال قاعد معتقلهم صالهم سنين في الأسر في السجون، والعالم يجيز كل هذا، بل يبرر ويعطي الغطاء، يعطي الغطاء لهذه الجرائم. لكن والله الظلم عمره ما بدوم، يكشف الحي القيوم سبحانه وتعالى، الظلم عمره ما بدوم، لا يمكن أن يدوم. طبعا كثير من الناس، ليس كثير، بسحب كلمة كثير، بعض الناس وصلهم كلام تهديدات والمسلمين وحنورجيكم مش عارف إيش، بعض الناس صار يكرر دعايات لم تحصل، لم تقع. وطبعا السوشيال ميديا هذه فيها الغث والسمين، مش كل اللي فيها صح، فما يكرر انه واحد مش عارف قتلوها في المكان الفلاني، واحد مش عارف رموه من الطابق السابع، واحد، فالناس ما تكرر الكلام الذي يقال. كثير من هذا الكلام فقط الهدف منه التخويف والإرعاب والإرهاب. وبعض الناس بدأ يقول يعني ما نخرج من مرة ولا نطلع ولا النساء يطلعن، ولا مش عارف شو رأيكم بالحجاب، خلينا نخلع الحجاب بس لها الفترة. شو الدعوة يعني؟ ما هايهم قاعدين تحت الموت، هم لا خالعين حجاب ولا قاعدين ولا قابلين أي ظلم. يعني إحنا التزامنا بديننا وعقيدتنا مع الاحتياط والحذر نأخذ بالأسباب. إحنا قاعدين من أول ما بدأت هذه الهجمة قاعدين بنذكر الناس أنه نأخذ بالأسباب، بالاحتياط، بالذهاب، بالإياب، نعم تجنب الليل والخروج فيه، خاصة امرأة وحدها ما يجيش عبالها تعمل شوبينج الساعة 11 بالليل، يعني واحد لحالها رايحيت لي على يعني وول مارت ولا كذا، معها زوجها، معها ابنها الكبير،
ما في حرج يعني نكون حريصين واعيين في مثل هذه الأمور اللي بتصير، لأنه في ناس يعني جهال ومضللين وبعضهم حاقدين وكارهين لهذا الدين وأهله، ولذلك عمل اللي عمله هذا الزلم المجرم اللي ظل يطعن بجسم، والله ما نعرف وين حطهن 26 طعنة. التايني تايني بدي هذا الولد الصغير، يعني أي حقد هذا، أي غل هذا، أي إنسانية هذه، 26 طعنة ما كفت 2 و3، يعني عايز يشبع، مش عايز يقتل، حتى هو مش عايز يقتل، عايز يشبع قتل، يشبع ألم، ثم يطعن الأم ويحاول قتلها. والسبب أنتم مسلمين، والله لو عرفت الإسلام يا جاهل لكنت أسبق إليه منا. أي والله، والله لكنت أسبق إلى الإسلام منا، لأنه مش لنا هذا الدين لحالنا، هذا الدين مش لنا لحالنا، هذا إلك وللعالم كله. ووالله لو عرفتموه لا تسابقتم مع المسلمين إليه ودخلتم به أفواجا، لأنه سعادة في الدنيا ونجاه في الآخرة، وفوق سعادة ونجاه مش فوق يعني من ذلك، إنه بتصير أنت إنسان حر كريم، لحياتك معنى، عادل مش ظالم، نظيف، مأمون الجانب، المفروض ما يخشى الناس منك ولا يخافون منك، لا على أموال دمائهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، ممنوع. وهذا بضرب مثل في إخواننا وأخواتنا في الجالية هنا، تروح على محل تشتري بترجع في كم آيتم تركيتهن في العرباية ما حسبت عليهم تحملهن، ترجع على المحل تقول أنا هذا هذولا والله نسيتهن في العرباية وما دفعتش عليهم، طلعوا فيها أنت وير ار يو فروم، شو الحكي الفاضي، شو برجعك يعني القيم الحقيقية الأمانة، بتقول لهم حرام أنا بقدرش استعملهم يعني حتى لو بكبهم، خذوا حقهم أو خذوهم. فالمسلم الحقيقي القدوة، ما بتكلم عن للأسف بعض المسلمين كوت ان كوت اللي دايرين ظهرهم للإسلام وقيم الإسلام وروعة هذا الدين، والطايح عندهم رايح، واللي إيده ما بتطول بقول هذا يعني ما بجوز حرام، هذول بتكلم عنهم. ولذلك لازم نكون قدوة، لازم نكون قدوة في الرخاء وفي الشدة، لازم نكون إحنا ملتزمين بهذا الدين في على كل الأحوال، على كل الأحوال وفي كل الظروف. ويجي واحد يقول لا إحنا لما يصير فينا هيك ومش عارف كله نعطل، مش تعطل الشريعة، الشريعة هذه متكاملة، هذا الدين كامل بحكمنا في الحرب والسلم، في السفر والإقامة، في على كل الأحوال إحنا محكومين، وديننا مش ناقص إنه حضرتك تيجي تكمله، ديننا مش ناقص، غطى كل مناحي الحياة بتفاصيلها كلها غطاها. ولما سلمان الفارسي قال له اليهودي أرى أن صاحبكم قد علمكم كل شيء، علمكم كل شيء حتى الخراءة أجلكم الله، استعمال الحمام، قالوا علمنا إذا انتهينا من ذلك أن نستجمر بثلاث حصيات، بده يغيظوا يعني، قال له احنا برضو علمنا أنه نمسح بثلاث حجار، 1 و2 و3، إذا مش عاجبك يعني. علمنا كله، علمنا كل شيء، مش ناقص ديننا، حتى يأتي واحد يكمله أو يستحي منه أو يخجل منه أو يتردد بالانتساب إليه من فضل الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد، اللي بظن أنه أغير من رب العالمين راجع دينه وصحح عقيدته، راجع دينه وصحح عقيدته، اللي بظن أنه أرحم بهؤلاء المظلومين المسفوكة دماؤهم المستباحة ديارهم، إذا بظن أنه أرحم بهم من الله يراجع عقيدته وصححها. لما وجدت المرأة طفلها الرضيع اللي فقدته بالمعركة وهي تولول وتبكي وتصرخ،
فلما وجدته ولقته ألقمته صدرها للرضاعة، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتظنون أن هذه المرأة ملقية لولدها بالنار؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ ما صدقت وتشوفه وتلقاه. قال: لله أرحم بعبده منها بولدها. الله أكبر، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد على رحمتك وعلى عفوك وكرمك ونصرك للمظلومين وخذلانك للظالمين، لك الحمد حتى ترضى لك الحمد بعد الرضا. هذه المعاني ما لازم تغيب عن أذهاننا أبدا ونحن نتابع الأخبار وننتظر الحركة التالية والتصرف. اجتاح الاحتلال ما اجتاحش الاحتلال، هذا ليس تحت سيطرتك ولا تحت إيدك، ما لك في ذلك من حول ولا قوة إلا ما تطلبه من المنظمات ذات الشأن في رفع بعض الاحتجاجات والرسائل للجهات الرسمية من باب البلاغ. ما تقولوا هي شو حتفيد، ما هو القرار اوريدي متخذ. لا معلش، ما حنقعد، اللي بتقدر عليه اعمله. موجودة هذه يعني الآن، يعني احنا مش عايزين نربط هذا بهذا. يعني الآن لما بنتكلم في المناسبات العمل السياسي والانتخابات وانه يكون لنا صوت وانه نصوت بالملايين كمسلمين، هذا له أثر كبير فيما يجري. وكثير من الناس يقولوا يعني ما هم كلهم واحد يا أخي، شو اللي حنستفيد منه؟ ما هم كلهم لا، لما بيكون لك أنت ملايين الأصوات إلى قيمة، وإلا هم على أي أساس بيوقف معهم فلان وعلان وتدفع الملايين والبلايين وغيرها؟ لهم سلطة سياسية كبيرة جدا، في لوبي صهيوني قوي جدا في البلد وبملي اللي بده إياه. وإحنا كثار لكن للأسف غير منظمين، وبدنا لسه مثل ما بيقولوا بالدارجة بدنا فتح عدس يعني حتى نتعلم ونتنظم. وما نقولش أنه اليوم خلينا نتنظم، لا، هذا شغل اشتغلوه هم من عشرات السنين إن لم يكن من مئات السنين. It is never too late، لازم نبدأ وننظم صفوفنا. ولما يقال لنا شارك بكذا وفي انتخابات قادمة محلية ولا ناشنال ولا والجهات الإسلامية صاحبة الاختصاص بترشح لك قائمة وبتقول لك فلان وعلان اقرأ اللي بتقوله ومعلش عطل حالك ساعة الزمان وروح ادلي بصوتك وسجل نفسك، وما بس تدير ظهرك وتلعن الظلام بدل أن توقد يعني شمعة تضيء ما حولك. كل هذا ممكن نعمله. احنا ما خلينا يعني ذكرنا كثير من الأشياء اللي ذكرناها في هذه الكلمة وكان المفروض يعني درس في الحديث، لكن والله يا أخواننا ويا أخواتنا يؤلمني جدا ويحزنني غاية الحزن أن يخطب خطيب إمام الأسبوع الماضي الجمعة في مسجد يصلي فيه آلاف ولم يذكر غزة بكلمة. نزل صرخوا عليه، شرد على مكتبه، لحقوه على المكتب طلع وشرد على سيارته، ولا كلمة ولا دعاء. شيخ إمام، هل هذا يعقل؟ معقول هذا الحكي؟ إيش دهانة؟ قاعدين غير مسلمين بيبكوا علينا. أنا بيجيني قاعد والله رسائل وتلفونات رسائل وتلفونات تأتيني: كيف ممكن نشارك؟ هل سمعنا عن قصة الولد وعن قتله وإحنا معاكم؟ غير مسلمين يعني قاعدين بتكلموا براسلونا وبتكلموا معنا وإحنا شاعرين معكم، وهذا كلام غير مقبول ولا نرضاه ولا مجتمعنا بقره. ناس فيهم عدل، فيهم رحمة، فيهم صدق، فيهم إنسانية. فأنت يا إمام تخطب خطبة كاملة جمعة، ما 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 بتدعي لها المستضعفين يا ابن الحلال؟ والله لما صارت كاترينا دعينا إحنا أن يرفع الله الغضب وأن يشفي المرضى لغير المسلمين. ما بتدعيش لأخوانك المسلمين المبتلين؟ على أي حال، الكلام ذو شجون كما يقال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شكر الله لكم حسن أنصاتكم ومشاركة الإخوة والأخوات معنا على الفيسبوك. أسأل الله أن يعجل الفرج
إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر.